ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. شعب نومو تقيل، ليس الكذب على الذات كما يحدث معك الآن، كأن تعرف حقيقة أمرك لكنك ترفض مصارحة ذاتك بذلك، تنقل لذاتك معلومات أخرى لا تشبه حقيقة نفسك بأي شكل من الأشكال، بل ويمكن أن تغير الوقائع حتى لو كنت واقفا أمام المرآة، فتجمل ملابسك بكلمتين حلوين وتظبط تسريحتك الفاشلة بجملة اسمية لا مبتدأ فيها ولا خبر، لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربة، وكل شي بيصير عندك شربات وبكلمتين حلوين من جنابك بيحلى المر وبيقلب العلقم عسل. لا، ليس هذا ما كنت أفكر به، كنت أفكر باللعب. بما أنك لعبت مع أولاد الجيران ولعبت مع الأصدقاء، بل حتى أنك في لحظات ترفعك لعبت مع الأساتذة، وفي أشد لحظات زهدك لعبت مع الكبار، لكن هل لعبت مع نفسك؟ هل جربت مرة أن تغمض عينيك وتعد للعشرين ثم تفتح عينيك وتبدأ برحلة البحث عن ذاتك التي اختبأت منك؟ أم ربما لو صفنت قليلا لاكتشفت أنك طيلة عمرك كنت تلعب هذه اللعبة، البحث عن الذات الحقيقية المختبئة في أعماقك الدفينة، لكن بدرجات في البحث. لا يفعل كل الناس هذا، لا يلعب الجميع مع ذواتهم، وبالتالي يجلسون من عمر 25 إلى آخر حياتهم مكتفين بما اكتشفوا من أنفسهم. لم تفكر أنك تستطيع فعل هذا الأمر أو ذاك، حسمت الأمور بشكل مبكر. أنا لا أرسم، حسم الأمر، أنا ما بعرف صلح الخزانة، قضي الأمر، لن أجد الأميرة أبدا، ومضى قطار الأمر، ضاع الأمر يا ولدي. وتمضي بقية عمرك وأنت تندب، تندب فرصة ضاعت منك، تندب حبا ضل طريقه، تلطم صدرا خربه الهواء الملوث، تبكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال على قولة الحجة وهي عم تبهدل ابنها أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة وهو يسلم مفاتيح الحضارة لأوروبا. وسلمنا مفاتيحنا التي صنعناها بأيدينا وجلسنا نبكي ونلوم نعاتب حتى صارت العتابة من تقاليد البابا، ويا ويلي ويا حسافة ويا يابا، لم نعد نلاعب أنفسنا فأصبنا بالضجر، وكتمنا صراخنا كي لا يتضايق منا النائمون، والأهم كي لا ينزعج الساهرون وبالأخص العيون الساهرة، ورضينا بما لنا على الأقل الآن، وقلنا أن التطور ما رح يصير على زماننا، وأن التقدم ما بيلبق لنا، وأن الحضارة شغل بنعرفها ومارسناها وما عنا فضول لنعمل سواها. اكتفينا بأمجاد الأجداد وسمينا الأولاد على أساميهم عسى ولعل تنقش معهم مثل ما نقشت مع أجدادهم، ثم جلسنا حتى أننا لم نطالب بشيء سوى بزيادة ساعات النوم وزيادة لترات الدفء وزيادة قوت البطون وتحسين وضعيات الموت. باتت حياتنا مملة رتيبة لا شعاع أمل فيها، ذلك أننا استوردنا اللمبات وهربنا من شمس شرقنا المتوهجة إلى الغرف المكيفة بهواء غربي بارد مستورد، ثم عدنا وجلسنا من جديد مع أننا كنا جالسين بل وتمطعزنا وبعض الدموع ذرفنا على أنغام ماضينا التليد وغرغرت الأرجيلة ورنين الكاس وهو يطرق بالكاس، صحتين لا تفيقوا بفيق لحاله الدرائن، وإذا صار زلزال لا تخاف يا أبو شريك، شعب نومه تقيل. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.